الإجماع صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح قرار يسمح للعملية البحرية الأوروبية قبالة السواحل الليبية بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد تنظيم داعش. إلى العراق، حيث نزح أكثر من 14 ألف عراقي من ديارهم إثر تجدد الهجوم الذي تشنه القوات العراقية على تنظيم داعش جنوب شرقي مدينة الموصل التي يسيطر عليها داعش منذ عامين. نفت وزارة الدفاع الألمانية وجود أي قوات خاصة لها في سوريا، وذلك بعدما تناقلت أنباء عن وصول دفعة من القوات الخاصة الألمانية لشمال سوريا للمشاركة في عملية عسكرية ضد داعش في محيط منبج. وفي سياق آخر، أعلن المرصد السوري مقتل 70 شخصا في مواجهات بريف حلب بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة. وفي اليمن، سقط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي وصالح في معارك شرسة بعدة مناطق من محافظة الضالع جنوب غربي البلاد، سيطرت خلالها قوات الشرعية على أسلحة متنوعة وآليتين عسكريتين. هدد مرشد إيران علي خامنئي بإشعال النار في الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى الدولية الكبرى في حال نفذ دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون تهديديهما بالتراجع عنه إذا فاز أي منهما بخلافة الرئيس باراك أوباما. وفي السباق إلى البيت الأبيض، فازت المرشحة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون على منافسها بيرني ساندرز في آخر جولة من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في واشنطن، منهية بذلك رسميا مهمة ضمان أصوات المندوبين اللازمة لنيل ترشيح الحزب. ولا نزال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قتلت شرطة ولاية تكساس برصاص مسلحا احتجز رهينتين داخل متجر بمدينة أماريلو في حادث وصفته السلطات بأنها خلاف في العمل. ومحليا، يبدأ وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل اليوم زيارة إلى مدينة سان بطرسبرغ روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في دورته 20 التي تعقد في الفترة من 16 إلى 18 من يونيو الجاري، بمشاركة عدد كبير من رجال المال والأعمال وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم. ومن المقرر أن تغلق وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم باب توريد محصول القمح المحلي من المزارعين بعد أن استلمت قرابة 5 ملايين طن، بما يزيد عن المستهدف بنسبة 25%. قضائيا، تستمع هيئة محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 103 متهمين في أحداث مجلس الوزراء، حيث يواجهون تهما بينها مقاومة السلطات والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية. تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعا اليوم لبحث قواعد مناقشة الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2016 وخطة نشاط المجلس ولجانه خلال ما تبقى من دور الانعقاد. وإلى عالم يورو 2016، ففي أكبر مفاجأة حتى الآن، فازت المجر على النمسا بهدفين نظيفين في المجموعة السادسة، فيما نجحت أيسلندا التي تشارك في البطولة للمرة الأولى في فرض تعادل تاريخي بهدف مقابل هدف على منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رينالدو.
وفي بطولة كوبا أمريكا لحق منتخب تشيلي حامل اللقب بنظيره الأرجنتيني إلى دور الثمانية بفوزه على بنما بأربعة أهداف مقابل هدفين ليواجه المكسيك السبت المقبل. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز الإخباري، فاصل قصير ونعود لاستكمال فقراتنا.